قد اللعبة يا اخويا ما تلعبوش. عاملين اللي فيها كباتن. علي انت فين يا ابني؟ انا قلت مش جاي. ده ايه اللي جابك هنا؟ جاي العب. هتطرد من هنا كمان ولا ايه؟ واطردك من اي حته. اهدى شويه يا منير، ما تدخلوش خلافاتكم في اللعب، احنا جايين نهزر مع بعض يا راجل. تعال يا حبيبي العب مع بابا، طول عمركم فريق واحد. لا خليك يا انكل، انا هقعد هنا. ايوه كده، خلي البوله تسخن. هتسخن. لا انا كده بقى اللي لازم امشي. اقعد يا منير بقى، بطل هيافه. سيبه سيبه، هو شكله خايف. خايف من ايه بقى يا نوغه؟ خايف تلعب قصادي لا يكون مستواك في البريدج زي مستواك في النسوان. وزع يا مؤمن. ربنا ان انت ما بتلعبش على هدومك، كان زمانك مروح بيتكم بلبوس وباباك يضربك. يا جماعه الوقت اتاخر، يلا بينا نروح. يلا استنى، ما تيجي نلعب على حاجه تستاهل. زي ايه يعني؟ زي المصنع بتاع انجلترا. عاوز تلعبني على مصنع انجلترا؟ خايف من ايه؟ ما انت حظك حلو ما شاء الله النهارده اهو في السماء. الحركات دي انا اللي معلمها لك، عمال تخسر تخسر قدامي عشان تسحبني في اللعب. يا ابني انت لسه صغير. طالما انا الصغير وانت الكبير خايف من ايه؟ لعبني على المصنع، ولو كسبت قدام الرجاله دي كلها مش هفتح بقي في موضوع المصنع ده تاني. انا موافق. انسى كوتشينه. امال هنلعب ازاي؟ ايه رايك نلعب على شيرين عزب؟ مين شيرين عزب دي؟ دي حاله مستعصيه عندي في العياده. مش انت بتقول ان انت اللي بتعالج لي المرضى بتوعي؟ وبعدين اثبت لي بقى ان انت احسن مني وعالجها. انا مسافر انجلترا بكره ولمده شهر، اعتبر نفسك انت الدكتور والعياده عيادتك. لو اثبتت لي ان انت عرفت تعالجها انا هكتب لك المصنع. ينفع اكلمك ما تردوش عليا؟ مش فاضيه، بذاكر للعيال عندهم امتحان. قصدك عندهم نمره؟ ده ايه الفرح ده؟ احنا بنفصل دروس تاخد كده. انت عايز اسالك ولا ايه؟ ولا نسيب التعليم وندور على سرعه؟ يا ده انت، هو اللي مضل اللي انتوا فيها دي؟ انتوا فاكرني محترم ولا ايه؟ ده انا زباله. صباح سوفليكس، صباح سوفليكس. يا شاب اعمل لي بس يا وربنا ما هسيبهم. شوفي وربنا ما هسيبهم، هو عشان جاي لوحدي. خلاص بقى انتهينا. ممكن افهم ايه اللي جابك؟ مين يا لبنى؟ ده مديري في الشغل. اوعى تقول قدامها اني كفت، هتموت فيها. اتفضل يا ابني، حماتك بتحبك. متشكر يا حاجه واكل والله. يا دي لعبه، انت كده بتشتمنا. بقول لك ايه، هو ليه ده لابس فانيلا بس والتاني كلوت بس؟ هم ما عندهمش غير فانيلا واندر وبيبدلوا فيه. يا ساتر، ده انتوا معدومين خالص. تسلم ايدك يا طنط. بقول لك ايه، انا عايزك في خدمه يطلع لك منها مصلحه كويسه. والعيال دي مالها بتبص لي كده ليه؟ ما انت اكلت الطعميه لوحدك، دي كانت العشاء. الطعميه دي هي العشاء بتاعكم؟ انتوا محفرين جدا. امسك يا لبنى، خدي هات لهم كل اللي بتنسون فيه. قلت لي بقى كنت عايزني في ايه بعد ما خربت بيتي؟ بص يا لبنى، انا بصراحه ضميري تعبني قوي باللي حصل لك بسببي، وعشان كده قررت ان اعوضك. هتتجوزني؟ اتجوزك ايه يا زباله؟ انا شغالك معايا وهديكي اكتر من اللي كنت بتاخديه عند بابا. امسكي، ادي شهر اهو.
والمقابل يا علي بيه. احنا فقراء صحيح، لكن اغنياء النفوس. اش تمام، خلقك بقى ضيق قوي كده. هاتي هاتي، انا غلطان. هاتي، استنى بس خلاص، هعمل لك اللي انت عايزه. عايز ايه؟ اترزع اما اقول لك. دلوقتي انا متراهم مع ابويا على حاله عنده في العياده، ان اقدر اعالجها في خلال شهر، ولو حصل هيديني المصنع بتاع انجلترا اللي سابته. وبعدين؟ وبعدين انا عايزك تساعديني ان اقدر اعالجها، عشان هو ما رضيش يديني اي معلومات عنها خالص. عايزك بقى تجمعي لي كل حاجه عنها، ولو حصل هديكي 50,000 جنيه. وجاي على نفسك كده ليه؟ مصنع وانجلترا وترمي لي 50,000 جنيه؟ امال عايزه كام يا استاذه لبنى؟ 60,000 جنيه يا اما المقابله انتهت. يا بنتي فرحتيني معاكي. موافق، اتنيلي اقعدي. اوكي انا معاك. مين الحاله دي؟ مريضه اسمها شين عزب. مستحيل. ليه الاحباط من اولها؟ بس دي مش مريض. امال ايه؟ ده مريض بقاله اكتر من سنه بيتعالج عند دكتور منير، وكل يوم حالته بتسوق اكتر. كان جاي لنا العياده بيتكلم بصعوبه نتيجه الصدمات اللي حصلت له. شويه بشويه الكلام قطع خالص. عنده فوبيا من اي ست. مجرد وجود ست في المكان يخليه عنده حاله ذعر، حتى لو كانت امه. والفوبيا دي جات له منين؟ من اربع بنات. اترفض اربع مرات من اربع بنات، وكلهم متعلق بيهم، فجات له عقده من كل الستات. ما لازم يترفض بذمتك. لو تقدم لك ده توافقي؟ انا لو كلب تقدم لي وافق عادي. طب وهعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش اروح اتكلم معاه راجل لراجل كده، يمكن يستوعب. يا ريت كان الجحش نفعه. صح. طب اللي فاتوا كانوا ستات سهله كلهم، لكن ده هدخل له منين؟ انا هقول لك، شغلك مش هيبقى عليه هو اصلا. امال على مين؟ على الاربع بنات. ازاي؟ دكتور منير كان قال ان الحاجه الوحيده اللي تفك عقدته ان يشوف الاربع بنات دول مكسورين قدامه. حلو قوي، انا هجيب الاربعه قدامه واكلهم علقه موت. بس ليه معمل لي ابن ليل قوي؟ بقول لك تكسر بخاطرهم زي ما كسروا بخاطره، مش تكسرهم هم. ودي اعملها ازاي بقى؟ يعني انت مثلا لو اعتبرناكي ست، ايه اكتر حاجه ممكن تكسرك؟ انك تعشمني بالجواز وتسيبني يوم الفرح وانا بترس. ترس؟ الاربعه؟ في يوم واحد. سهام بدر 23 سنه، معيده في جامعه الازهر، رشحتها له اخت واحد صاحبه. قعدوا فتره يتكلموا، ولما اتعلق بيها وطلب منها الجواز رفضته بحجه انه انسان غير مسؤول وغير ملتزم. لا وانا الحمد لله مسؤول قوي وملتزم. انت بتعجزين يا لبنى. شكريه سيد عباس، وشهرتها شكريه توتا، 26 سنه، بتشتغل ريكلام في كبيرات في شارع الهرم، وهتموت وتبقى رقاصة. ده عرفنا منين؟ أصحابه خدوه في مرة الكباريه، قعدت معاهم على نفس الترابيزة، شبت فيها وحبها، وأول ما قال لها إنها تسيب الشغل شرشحت له ومسحت بكرامته الأرض. ده اللي هيتعمل فيها بالظبط لو حاولت أكلمها. وأخيرا سميحة العون، 30 سنة، فتوة المدح وكبيرة المنطقة، كلامها بيمشي على الكبير قبل الصغير. هي أساسا كانت ديلة وشين بيسكور منها. سميحة! مرة في مرة حبها، لما صرحت بحبها رفضته. خد الصابونه برضو. خد الصابونه وتسع غرز. والرابعه مين؟ الرابعه شيرين عمره ما شافها في حياته. ازاي؟ اتعرفوا على بعض على النت، وفضلوا يتكلموا فتره طويله على النت لحد ما اتعلق بيها، ولما قال لها برضو رفضته. طب وهنجيبها ازاي؟ معرفش غير الايميل بتاعها، كتكوتة زغنطوطة @hotmail.com. اديني بقى كده الايباد ده. هتعملي بيه؟ هدخل بالايميل على الفيس، اشوف البروفايل بتاعها وابعت لها طلب صداقه، وبعد كده ابعت لها رساله رجاء قبول الصداقه. يا بنت الاله بلوبه، اصل انا ماليش في الفيسبوك ده خالص. يا راجل ده انت هتتبسط قوي، ده الشقط منه اسهل بكتير من العياده. اهي لقيتها. بص، كاتبه اسمها غدر الزمان، خريجه كليه السون قسم ترجمه، مش حاطه صور لنفسها، كل الصور لمي عز الدين وسمر بتاعه العشق الممنوع واحمد فهمي واما. واما؟ وهنجيبها ازاي وانا؟ عادي، نبعت لها هاي ونشوف هترد ولا لا. هاي ايه؟ احنا لسه هنتعرف، مفيش وقت. طب عندك حل تاني؟ مش هي كاتبه ان هي خريجه ألسن قسم ترجمه وعندها 22 سنه؟
يعني ممكن تبقى اتخرجت ولسه ما اشتغلتش. ممكن. عايزك تبعت لها ميل كانه جاي من شركه او من مكتب بيدوروا على مترجمين، وتسيبي فيه رقم تليفوني. ساعتين بالظبط وهتلاقيها بتكلمني على التليفون. حلاوتك يا عم لودو يا نصاب. لبنى مش عايزه امد ايدي عليكي. ماشي. وبالنسبه لسهام، بكره في درس دين في جامع في 6 اكتوبر. فلنبدا على بركه الله يا اخي. اللهم اغفر لنا. امين. اللهم ارحمنا. امين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. امين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. امين. اللهم. في حاجه حضرتك؟ امين. ما اعرفش ازاي اندمجت كده، اصل انا دي اول مره احضر درس بعد الصلاه يبقى مؤثر كده. لا ولا يهمك، المهم انت مواظبه على الدروس؟ الحمد لله. ايه الحصه بكام؟ حصه؟ يعني ولا هو باكج ولا ايه؟ انا مش فاهمه حضرتك بتتكلمي عن ايه، اعذريني. معلش انا اسفه برضو، لان اصل انا دايما بحضر دروس عند واحده صاحبتنا مش في الجامعه، دي اول مره. ربنا يزيدك من هنا. صلاه الجنازه بتعرفي تصليها ولا اقول لك تصليها ازاي؟ دي ثوابها كبير جدا عند ربنا. انا بعون الله ما فيش صلاه ما بعرفش اصليها. الله اكبر. الله اكبر. الله لا لبنى. وانا سهام. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. عايزه اشوفك بقى على طول وتنتظمي في الدروس ان شاء الله. هصلي صلاه استخاره واشوف اذا كنت هاجي تاني ولا لا، اصلا ما بخدتيش خطوه الا لما بصلي الاستخاره، بس انا متدينه جدا. ربنا يزيدك يا رب، ان شاء الله اشوفك على خير ان شاء الله. انت ماشيه ازاي؟ انا هاخد تاكسي لحد البيت، اصل انا ساكنه هنا في اكتوبر. طب ليه؟ ما انا اوصلك، اخويا مستنيني بره ومعاه العربيه، وعلى فكره متدين جدا زيي. ربنا يخليك يا رب، بس مفيش داعي تتعبي نفسك، انا هروح على طول. لا ابدا، ده انا حبيتك في الله حب هستيري، وبعدين اقول لربنا ايه لما اموت لو سبتك من غير ما اوصلك. انت دمك زي العسل على فكره. شكرا. لا ايه ده، خلاص هخليكي توصليني. يلا بينا، هاجي معاكي. يلا اتفضلي. يا اهل القبور، المال قد اقتسم. الله، قد ايه اسلوبه سهل وبسيط. انت بتقول فيها بيدخل القلب من غير استئذان، على راي نانسي عجرم. لو سمحت ممكن تقفل الراجل اللي بيصرخ ده، بجد بسمع صوته بتعصب. انا اسف، بس انا بجد ضد الترهيب في الدين. عندك حق، هو اوقات كتيره قوي بيهرج في الدين فعلا. بيهرج ايه؟ بتقول لك ترهيب ترهيب. انت مش عارف يا علي قد ايه انا ارتحت لاخت سهام. انت كمان اتعرفتي على اخت سهام؟ طب ما جتش معانا ليه يا جماعه؟ اخوكي دمه خفيف قوي زيك يا لبنى على فكره. لا دمه خفيف ايه، ده متدين جدا. وايه المشكله يعني؟ هو لازم عشان يبقى متدين يبقى دمه تقيل؟ ما ممكن يبقى متدين بس دمه خفيف. ولا انتوا تبع جماعه ولا ايه؟ احنا ان شاء الله داعش. ايه؟ ان شاء الله داعش جماعتنا هي اللي هتقفلها باذن الله، بس بالدين مش بالعنف. ربنا ينصرنا ان شاء الله. الله يخرب بيت امك. متشكره قوي يا جماعه، بجد تعبتكوا معايا. انت معاكي نمرتي بقى، عايزين نشوفك. كنت لسه هقول لك. طب انتوا وراكوا ايه بكره؟ ولا حاجه، هنصلي الفجر وبعدين الظهر وبعدين المغرب. العصر. العصر وبعدين نصلي المغرب والعشاء ونصلي التراويح وننام. تراويح؟ ايه فاتتنا؟ لا من 3 شهور بس، حاجه بسيطه. معلش اصل علي كان مسافر في رمضان فبيصليهم قضاء. ارحموني من خفه دمكم مش كده. بنهزر معاكي يا سهام، انت كل حاجه تاخديها بجد كده. خلاص يا ستي، لو ما عندكوش مانع يا ريت تشرفونا بكره على الغدا. انا اهلي عاده بيحبوا يتعرفوا على اصحابي الجداد، فبالمره تتعرفوا عليهم وناكل عيش وملح. والله فكره هايله بصراحه. خلاص بكره ان شاء الله هستناكم. هبقى اكلمك ان شاء الله يا لبنى، بلغك الساعه كام ان شاء الله. باي باي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع ان ادائك اوفر،
انما البنت نازله مبسوطه. سبحان الله غريبه. انا برضو اللي اوفر ولا انت؟ كل حاجه متدين متدين. لما البنت هتقول علينا محدثين دين يا عم جري. عمال تبص في الدواسه طول الطريق. قال ايه بتغض البصر لما كنا هنتقلب بالعربيه 60 مره. طب اخلصي بقى، ان شاء الله عزومه بكره البنت دي هتقع. هنطلع لفين دلوقتي؟ استبر اما اشوف الجدول. من 4 ل 6 حاره العو. حاره العو ماشي. You gotta turn this shit up. You gotta turn this shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes. صباح الفل يا ميحة. ايه يا سقط؟ لمينا لك الاراد كله 7000 جنيه. كله دفع ولا حد فانية؟ سيد كوجي دفع وطرزان دفع ولاد ابو حسين دفع ومصات شامبر وطه المراسي ومين تاني يا؟ وشلبي العبيط وعطوه اللبان وابو مازن وابو فارس وابو رامز. ام عبير دفعت؟ اي المره دي بقى ما كانتش عايزه تدفع. سبتوها؟ خدنا عبير راه. هايل هايل هايل. ممتاز المكان ممتاز. ايه ده لما؟ حاجة غريبة قوي فلقيت في الصورة. لا ما تقلقش يا مستر دانك. عشان كده. طيب احنا عايزين في الأول نستعرض المكان كله بأطفاله الجميلة بالحارة المصرية الأصيلة، وبعد كده ندخل على الحوار. ماشي يا ريس. ولا يا سقط؟ أيوة يا ريسة. سمعت إن في حد هنا بيتقال له يا ريس غيري. ده لا عاش ولا جاش وهيتعمل معاك جلاش يا ريسة. وسمعت إن في حد دخل المنطقة هنا من غير إذن مني. ده لا كان ولا مان يا ريسة. جرايان مقدم منك ليها، فاكرين نفسكوا ايه؟ داخلين كارفور المعادي؟ والله يا فندم احنا كل الموضوع ما قالولكش ان المنطقه هنا ليها كبيره؟ ما عندكش جوجل تخش عليه؟ جوجل؟ خش كده اعمل لي سيرش على الجريمه والاجرام القنابل والالغام او الجميله والاجزام. مش هطلع لك النتيجه واحده. سميحه العاو. يا فندم ده حضرتك اشهر من نار على العالم. ده احنا جايين عشانك اصلا يا كبيره. كبيره في البنطلون. يا سميحه هانم ثانيه واحده، اديني 3 دقايق وهشرح لك كل حاجه. كنزك ايه؟ كنزة ايه يا فندم؟ اتنين كنزة عين. انا بسرعة لا مؤاخذة مش فاهمة يعني ايه بطلع في التلفزيون. حضرتك انا بس اللي بطلع في التلفزيون. هو حضرتك ما بتتفرجيش على برامج او سينما؟ ازاي بقى؟ ده الدنيا سيما بطبيعتها كلها افلام. بمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام. سقط اخويا اصله شاعر. لا بسم الله ما شاء الله موهوب فعلا. اسمه ايه معلش؟ السقط. السقط واللقط اخواتي ومتربيين معايا. هلو انا بقى مذيعه والاستاذ علي المخرج. واحنا جايين النهارده مخصوص عشانك يا كبيره. عايزين نعمل لك حلقه عن قصه حياتك. موري احاول ابسطها لك يا فندم. حضرتك شفت الجزيره؟ بتوع الاخبار في الشنك. لا قصدي فيلم الجزيره بتاع احمد السقا كان بيتكلم عن قصه حياه حقيقيه لبطل اسمه منصور الحفني. شخصيه محترمه جدا ما تتغيرش عنها. لا لا مؤاخذه ما خدش بالي. ما تتفرجش غير على الشحات مبروك. اللي أستاذ علي عايز يوصله لحضرتك إن حضرتك خسارة وحرام إن قصة حياتك ما تتعملش برنامج أو فيلم. عشان كده إحنا هنا. عايزين تبتدوا إمتى؟ لا أنت صاحبي ولا أعرف. لا 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 لو ما ردتش اعتباري. لو ما ردتش اعتباري. لو حقيقي كنت صاحبي. لو حقيقي كنت صاحبي هاتلي حقي وخدلي طاري. يا حبيب يا حبيب يا صاحبي خلاص ابعد عني. ابعد عني اعمل معروف. اعمل معروف يا صاحبي خلاص ابعد عني. والنبي تبعد عني يا روحي تبعد عني. والنبي تبعد عني يوه يوه يا روحي تبعد عني. يا صاحبي تبعد عني. عيش لي الدنيا رنان. عيش لي الدنيا رنان. تلاقي الدنيا جنان. تلاقي اللعمة فتح. والنخرس قام وغنان. كلمني على الفودافون. سمكي على التليفون. كلمني على الفودافون.
العياده جاهزه تمام وانا بغير اليافطه. رديني بس وانت جايه. طيب اوكي باي باي. سلام. حلو قوي الكلام ده. عموما انا ما عنديش اي مانع بس الفلوس قليله قوي. فلوس؟ فلوس ايه؟ السبيج يعني، يا ريت تهزيها شويه وانا عينيا الاثنين ليكي. حضرتك ما بتعرفش تقرا صح؟ بصراحه ما بعرفش بس ما رضيتش اكسفك. طب حلو قوي، هات العقد بقى. ده عقد احتكار لمده 6 شهور. هناخد بنتك شكريه ونعلمها رقص ونمرنها وننزلها ترقص في حفلات وافراح لاهم واكبر ناس في البلد. انا بنتي ما تشتغلش رقاصه. ليه يا استاذ بخيت؟ ده رقص بيكسب جدا. بعدين احنا هنخليها لك اكبر رقاصه في مصر. انتوا مين بقى لمؤاخذة؟ احنا شركة اسمها دانس وذا ديفل، الراقصة الحائرة، مهمتنا ان احنا ندور على الرقصات الموهوبة المدفونين هنا في الحتة المعفنة دي. قومي يا بت شوفي شغلك يلا، ايه المحل شطب ولا ايه؟ أنا بنتي ما بتشتغلش إلا معانا وتحت عينينا. طب ما هي هتفضل معاكوا حضرتك بس تحت إشرافنا، وبعدين زي ما احنا بنكسب من وراها انتوا كمان هتكسبوا زي اللي كنتوا بتكسبوه وقت. يا حبيبتي يا بنتي، ده انا طول الليل ادعي لها واقول يا رب ارزقها برزق صافي نور. لا ومش بس كده، ده ممكن كمان السبكي يشوفها وياخدها في افلام ما اقولكش اسفاف بس. ولا مؤاخذه بقى، انتوا ايه مصلحتكم في كده؟ احنا هناخد نسبه صغيره من المكسب، وده مقابل طبعا ان احنا هنجيب لها لبس كتير ونجيب لها حد جامد يدربها لغايه ما تتمكن وتبقى رقاصه جامده، ده طبعا بعد ما نحميها. وده مين بقى اللي هيدربها؟ عموما احنا عارفين السوق كله، فتحيها زلزال؟ لا. سالم مراجيح؟ لا. بطهزه؟ برضه لا. امال مين بقى؟ بحبكوا قوي. خمسة موا، خمسة هوا نيو، خمسة يلا بقى. أيوة بقى اموا مستر كوكو. ده الأستاذ بخيت والمدام وبنتهم شكرية تورتا اللي قلت لحضرتك عليها. ده مستر كوكو مدرب الرأس. أهلا وسهلا بخيت تورتا والعائلة. ما اسموش تورتا، ده اسم الشهرة كناية عن الحلويات. حلويات. محتاجين نشتغل شوية على الأرداف ونشتغل كمان في شغل، في شغل كتير يا لبنى. ها تحبي نشتغل من امتى؟ من دلوقتي لو حبيت. اوكي اتفضلوا استنوني برا على ما اتكلم معاها شويه. لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا رجلينا على رجليها. انا مش فاضي للدلع ده يا لبنى، اشوف لكم حد غيري. لسي فرنسي؟ لا لا، طالما لسي فرنسي يبقى انتوا كده ضايقتوه. سوري يا مستر كوكو، احنا سيم ده شرف لينا نتعامل مع حضرتك. ما ينفعش اللي هو بيقوله ده. لا ما ينفعش. ايه انت لنا السبوبه والايه ده؟ احسن مدرب في مصر، ده اللي هيخليكوا فوق. ده لو بعتها تتدرب مع جوزيه مش هيعمل فينا كده. معلش هدي نفسك شويه. ايه ده؟ خلاص انا ما عنديش مانع ندربها بس مش هنا، عندي في البيت. خلاص اوكي انا هتصرف في الموضوع ده. اتفضل معانا. تيك يور تايم مستر كوكو. اتفضلي يا مدام. اوكي مبدئيا كده انت تنسي شكريه ده خالص. من النهارده انت اسمك شاكينار. وش معنى شاكينار يعني؟ عشان في شاكيناز وفي صافينار والاثنين محجوزين، وبعدين هو في رقاصه محترمه يبقى اسمها تورتا. وهو في راجل محترم اسمه كوكو. ده مش كويس خالص. غلط. اوكي شاكينار يلا يلا نبدا الشغل على طول.
تسلم ايدك يا دكتوره سندس، تعبه نفسك والله. انا هتجه للجامعه بقى يا دكتور جلال. هحصلك في غضون 10 دقايق، مع الف سلامه. مع السلامه. فلتذهبي الى الجحيم. تقول حاجه؟ لا بقول فلتذهبي الى الجحيم. بقول لك ايه؟ هو مال دكتوره سندس لابسه لي وش الكلب كده ليه على الصبح؟ علي، الدكتوره سندس بلغتني ان انت دخلت دوره المياه الصبح، يعني عشان تلبي نداء الطبيعه. حقك، ما حدش قال حاجه خالص. لكن لم يخطر ببالك وانت خارج انك تشد السفون؟ ايه القرف ده يالا؟ اكيد ما خدتش بالي، يعني مش معفن انا للدرجه دي. الو، ايوه احنا مكتب الفا للترجمه. مظبوط، كنا طالبين مترجمين. طب ممكن لحظه واحده اخد البيانات؟ ايوه اتفضلي. سهى عبدون. سهى عبدون. سهى 22 سنه. ايوه. ألسون دفعه كام؟ دفعه. اه طبعا في مقابله، يناسب حضرتك النهارده؟ تمام قوي. اوكي الساعه 12 كويس. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. لو عايز هاخدها انا معايا. فين؟ ميت مره قدامك اهو، تليفونها مقفول. وبعدين في البيت دي. طب يلا يلا، لسه هنروح لسهام ونغير ونشيك. يلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماما، بابا، لبنى وعلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش يا طنط، اصل علي ما بيسلمش على ستات ولا رجاله. نعم. مش قلت لحضرتك قد ايه دمهم خفيف قبل ما يجوا؟ قوي قوي قوي. اتفضلي يا طنط، دول شويه تمر من المدينه. ودي ميه زمزم. متشكرين يا ابني، متشكرين. اتفضلي اتفضلي. بص قدامك عادي، هتقع على وشك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. عودي يا بنتي، عودي. يا اهلا وسهلا. والله الحقيقه انا معجب قوي بجو الحج اللي انتوا عاملينه. تقصد حضرتك يعني عشان التمور وميه زمزم وكده؟ اصل احنا من ساعه ما جانا من الحج واحنا متعلقين بيه بطريقه غريبه. ما شاء الله، انتوا كنتوا في الحج قريب. احنا بفضل الله لازم نحج كل رمضان. كل ايه يا استاذ؟ ايه يعني انت على طول كده بتحب تهزر؟ كل رمضان ايه بس؟ لا احنا رمضان ورمضان. ده انتوا عسل خالص الحقيقه. سهام من امبارح ما بطلتش كلام عند المكمل الخفيف والله. القلوب عند بعضها يا انكل. تحبوا تشربوا ايه؟ لا جزاك الله كل خير، احنا الحمد لله صايمين. مين دول؟ احنا صايمين. صايمين؟ صايمين النهارده؟ اه الحمد لله. مش النهارده الجمعه؟ لا ده انت رهيب، اكتشاف والله. يا علي تموت في الهزار، ده انا هتجن منك. لا احنا متعودين نصوم اثنين وثلاث. ربنا يتقبل ان شاء الله. والله احنا كنا عايزينكم تتغدوا معانا النهارده. عموما اعتبروا البيت بيتكم، احنا نتغدى جنبكم هنا ونرجع لكم على طول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب يا بنتي يلا. حاضر، بعد اذنكم. اهلا وسهلا. كان لازم تقول صايمين. مش قادره. بقول لك ايه؟ الست مش لابسه حجاب. تكونش مسيحيه؟ لا، تلاقيها لابسه باروكه زي مدام صابرين. معلش هنستأذنكم بس خمس دقايق، نغسل ايدينا ونيجي على طول. بعد اذنكم. عفوا.
ثانية. ها قولوا لي بقى يا ولاد، انتوا ساكنين قريب من هنا ولا بعيد عن هنا؟ اه دي سهام قالت لي ان انتوا هنا في اكتوبر. انتوا تعبانين من حاجه؟ محمد الدواء بتاعي عندك؟ مش لاقيه خالص. شوفي عندك يا سلمى. معلش اتاخرت عليكم، كنت بتوضى بس عشان الصلاه. طب خديني انا معاكي كمان نصلي جماعه. طب اتفضلي. طب بقول لك ايه يا ابني، تعالى نصلي العصر جماعه كده ان شاء الله مع بعض، وبعد كده هنتسلى كده نلعب لنا عشرتين طاوله. حرام. طب شطرنج؟ حرام. ايه اللي حرام؟ مش الشطرنج ده اصنام؟ احنا هنعبدهم؟ ده احنا بنلعب بيهم يعني، بنهزقهم. وبعدين ما ينفعش يا ابني تحلل وتحرف كده على كيفك، لا الدنيا ابسط من كده بكتير قوي. ليك في البوكر؟ مش شايفه انه بدري قوي يا لبنى الكلام اللي انت بتكلميه لي دلوقتي ده؟ ولا بدري ولا حاجة، ده احنا من ساعة ما روحنا امبارح وعلي ما بطلش كلام الا في سيرتك. انا عمري ما شفت اخويا كده. بس انا برضه عمري ما شفت اخوكي الا امبارح. يا ستي خير البر عاجله، واحنا داخلين البيت من بابه. بصراحة انا عايزة افرح بيكوا قبل ما اموت. ايه الافوارة دي يا لبنى؟ بصي اخوكي بصراحة شاب محترم جدا، وكمان دمه خفيف، بس في نفس الوقت عنده سن التعصب كده وتعقيد للدين انا بصراحة ما بحبهاش. انا طبعا نفسي اتجوز راجل متدين ويعاملني بالحسنى ويبقى بيعرف ربنا، بس في نفس الوقت نفسي يبقى فيكك وبيعرف يتبسط، وانا بصراحه مش حاسه ناحيه اخوكي باي حاجه. يعني ده اخر كلام عندك يا سهام؟ عشان ابقى عملت اللي عليا، انا هصلي صلاه استخاره النهارده وهرد عليكي. متنشف يا يلا 3-2-1 اكشن. معلش يا اسطى، ثواني احنا مش جهله، بتتقال 1-2-3. ما هي بتتقال كده يا استاذ ملقط. صح يا جاهل، هو بيقولها من الشمال لليمين عشان بيتكلم اجنبي. اتفضل اكشن. الاسطوره سميحه العو، علاقتك ايه بالبلطجيه اللي في المناطق التانية؟ والله احنا هنا كلنا بنحب بعضينا ودايما على اتصال، ولو اي حد بيطلع طلعه جديده بكون اول حد ابارك له. طيب مش محضره حاجه لرمضان؟ لا ما بحبش اتكلم على اي طلعه جديده قبل ما تحصل. بس احنا سامعين ترشيحات. لا ده كلام بس لو في حاجه مؤكده هتكون اول ناس تعرف. طيب عايزين نعرف، حابه تشتغلي مع مين من البلطجيه الكبار اللي لسه ما اشتغلتيش معاهم؟ والله كلهم حبايبي يعني، ما فيش بس غير بحه لعور هو اللي في بيني وبينه مشاكل، بس هنحط عليه قرايه. تحطي عليه يعني ثقه في اللي انا اعلم عليه. ندخل بقى في الاسئله المهمه يا استاذه لبنى. الحب في حياه سميحه العو. الحب يعني انت شايف ان في رجاله يعني نسمه وتناسم كده؟ جوزين الخيل المهزئين اخواتي دول ينفعوا رجاله؟ معلش يا كونتيسه، اساليني انا في الحب، سميحه اختي مش حساسه. سميحه حشاشه. طيب الاستاذ السقط، كلمني انت عن الحب. البت اللي انا حبيتها يخرب بيتها ما حبتنيش، دي القطه اللي انا ربيتها لما رميتها ما نسيتنيش. وعجبي والله ولا عبد الرحيم القرموطي. اسمه عبد الرحمن الابنودي. لا عبد الرحيم القرموطي ده الجزار اللي تحتينا، ده ملحم، ده هو اللي بيلحم لي الكلام بتاعي. طب سيبك من اخواتي، العيل الطري اللي معاكي ده لا مؤاخذه يشبعك يملى عينك يعني. طب كفايه كده بقى النهارده. احسن برضك، انا كده رايح اجهز، عندي خناقه مهمه هتبتدي بالليل. حوالين نفسنا نتلفت وندور على حد تبعنا، الصحاب وقعدت وما وفت وغدروب مبقاش وجعنا. ما تكترش معايا وما تعمل لكش حكاية، أصلا أنا مش حبيبك وحياة ربنا ما هسيبك. بص الكلام ما فيش أكتر منه، والصغير كبر سنه، اللي من شهرين كان عيل بقت الدنيا متخاف منه. يا معلم لو عايز تتعلم تعال عندنا وتعلم، بس اوعى في يوم يا معلم تعمل علينا معلم، عشان احنا اللي علمناك. الله. ايه الهبل ده؟ خناقه في الجاهليه؟
يلا بينا نمشي كده كده شكلها مفيش امل من الست دي. ليه بس انت مش شايفاها قالت عليا ايه؟ بتطري عليا يا شبه دنيا سمير غانم في الفرح. وانت برضه عامل لي فيها مغنص وعمال تعمل ايه؟ لبنى انا مش طايقك دلوقتي. مستر علي البليزر مش بتاعي. انا اقصد ان انا عايزاك تخشن عشان البت خشنة. اتاري قتيل وماشي في جنازته. قوم لما جينا سالناه قال انا لا شفته ولا لمسته. بس الهبوب الهبوب بق نونو قد حق قالوا كبده قال سجق قلبه كان عمال يدق. تمام امك يا ينفع كده يا كبيره الدايركتور بتاعنا يتضرب وهو بيدافع عن اخوكي؟ ده احنا حتى في منطقتك عايزين لعيبه حريه. لا كله اللي اتضرب. ادي جازات اللي اتعدى على ضيوف سميحه العاو. حرام عليك اللي انت بتعمليه ده. ايه ده في راسك كده؟ امال انا بعمل ايه؟ انت بتهببي بتنيلي بتزفتي. والله هو ده اللي انا بعرف اعمله. اسمعيني كويس يا شاكينار، خلي ودانك مع الطبله، تمشي معاها تقفي معاها، ان ضحكت وسطك يضحك يزغرط يفرح معاها كده. فرح وانزالت وسطك يزعل معاها يبكي كده. ايوه انا شفت الفيلم ده قبل كده. مش ده بتاع نبيل عبيد والجدع اللي اسمه السادات؟ سادات؟ السادات اللي بيغني مع فيفتشي. بقى الأسطورة أحمد زكي هيغني مع فيفتي يا جهلة؟ بطلي العك اللي بتعمليه ده وركزي في الرقص، يلا. ركز معايا بس أنت يا أستاذ كوكو، شكرية تورتة تهز جبال، بس أنت غني وقول موال، ما تغني. أنت اتخبلتي في دماغك ولا إيه؟ أنا غني؟ الطبلة أهم من الغنى، أهم من الرقاصة ذات نفسها. طيب، أنا ماشية. وبوريني بقى الطبلة هترقص مين؟ مش كوكو اللي اتهدد يا تورتة، مش كوكو اللي اتهدد. شكرية تورتة تهز جبال، بس أنت غني وقول موال. شكرية تورتة تهز جبال، بس أنت غني وقول موال. شكرية تورتة، شكرية تورتة. هايل هايل يا شوشو، هايل مش ممكن بصراحة. ما أنت حلو أهو. يلا، يلا ترتاحي شوية. بس أنا ما تعبتش. لا، إحنا لسه في فترة الإعداد، مش عايز أزود في الأحمال عشان العضلات ما تشدش معايا. خلاص، زي ما أنت شايف يا أستاذ. ما تقوليليش أستاذ، قوليلي علي على طول. مين علي؟ علي مين؟ أنا ما قلتش علي، أنا قلت لك قوليلي كوكو على طول، بس يمكن عشان الاسمين فيهم نفس الحروف أنت سمعتيها غلط. تعالي ناخد بريك. قوليلي يا شكرية، ما فكرتيش تتجوزي؟ نفسي. يعني لو تقدم لك حد توافق بيه؟ أوافق، بس المشكلة مش فيا، اتقدم لي أكتر من حد وبهدلوه عشان بيكسبوا من وراي. وهما ليه بيتحكموا فيكي كده؟ ما تهربي. ده انا بضيع لهم على كمبيالات توديني في 60 داهيه. وازاي ابوكي مضيكي لحاجه كده؟ ده مش ابويا، ده جوز امي. وامك سكتاله؟ دي مش امي، دي مرات ابويا. انا مش فاهم حاجه بصراحه. الراجل اللي انت شفته ده كان متجوز امي، والست اللي انت شفتها دي كانت متجوزه ابويا. ابويا وامي ماتوا، جوز امي ومرات ابويا اتجوزوا. ايه العك ده يا شكريه؟ مش بقول لك لازم اللي اتجوزه ده يبقى ذكر يحميني منهم. حد زي كده؟ بقول لك ذكر ويحميني منهم. وانت زي اختي الكبيرة يا كوكو. اختك الكبيرة؟ ماشي يا شكرية، انا همشي. قفلت من كل حتة، انا مش عارف اعمل ايه. انا كنت فاكر ان الموضوع هيبقى اسهل من كده. بصي انا اكلم ابويا واقول له ان انا فشلت. لا لا اوعى تقول كده، ده احنا لسه في الاول. وبعدين دخلت مهند اللي انت دخلتها دي ما تاكلش مع الاشكال البيئة دي ولا اي حاجة هتجيب معهم على فكرة. لا 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 يا علي، لا 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 لا, لا. انت كده غلط، لازم تشوف دخلة لكل واحدة وتخش لها منها. مش عارف يا لبنى، بس يعني حاسس ان انت في الاول كنت بتقولي لي مستر علي
بعد كده بقيت عم علي، بعد كده بقيت لولو. انا خايف المره الجايه تندهلي باسم امي. لا لا قلت فك بس كده معانا. يا لبنى قلت لك اوعي تنسي نفسك كنت بتتكلمي معايا. اوكي يا مستر، ما تنساش بكره ميعاد مع سهام في دار الايتام. اسكوز مي. الو، انت بتحاول تكلمني ليه وباي حق بتبعت لي على الواتساب؟ لا ابدا، بس كان في ميعاد شغل بينا وانت ما جيتيش فحبيت اطمن بس. ميعاد شغل ايه يا نصاب؟ انا سالت الدليل وما لقيتش اي مكتب بالاسم ده، انت مين وعايز مني ايه؟ بصي انا هفهمك على كل حاجه، بس يا ريت بس ان احنا نتقابل عشان اشرح لك على كل حاجه. انت مجنون؟ انت مين اصلا عشان اقابلك؟ لو ما قلتليش حالا انت عايز مني ايه انا هبلغ البوليس. يا ستي لا بوليس ولا حاجه، بصراحه انا شفتك قبل كده ومن يوميها وانا هموت واتعرف عليكي. شفتني فين؟ شفتك في وانت بتسحبي ملف بتاعك من كليه ألسن. وجبت الايميل بتاعي منين؟ الايميل جبته من واحد صاحبي في شؤون الطلبه. انت عايز ايه دلوقتي؟ نفسي بس تديني فرصه ان احنا نتقابل، صدقيني مش هتندمي. انا مش هنا، انا في سهل حشيش مع اهلي. طب ممكن تديني فرصه نتكلم شويه في التليفون؟ في حاجات مهمة قوي عايز اقولك عليها. انت اسمك ايه؟ جحش، علي الجحش. ايدك يا لبنى على القهوة، جاية في وقتها. الهنا والشفا حبيبي. ربنا يا رب يرزقنا أجر زيارة الملجأ دي. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال. عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فأما اليتيمة فلا تقهر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يلا يا علي، عايزك تاخد المشوار ده في 5 دقايق. عايز الحق اقعد مع الاولاد من اول اليوم. ليه بس كده واحده واحده يا مستعجل على التلقل؟ صدق الله العظيم. كنت بتقول حاجه يا استاذ علي؟ سهام الاستخاره ايه؟ هبقول لك لما نوصل. حمد ونام. تعالي اركبي ورايا نروح لبر الأمان. ثقي فيا واشربي اللبن ده. تعالي تعالي ما تخافيش. ما تيجي 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 يا هوا، عشان يا هوا أنا قلبي استوى. ايدك في ايدي نعمر الدنيا. الجوكن خلص يا اسطى. طب يلا بسرعه دي بتنام تاني يلا. ايه ده؟ مستر علي بكسارك باين. ما الحصان فشخلي ببنطلون. على مهلك. ايوه. شكينا يا ريس. السلام عليكم يا رجاله. عملت ايه في الفلوس؟
فلوس ايه؟ فلوس الجمعية. وانت عرفت منين؟ يا رمزي جمعية مدام سناء دي حلفة تلمها النهاردة ودارة تلف على المكاتب زي اللي ليها عيل تاه في المول. مدام سناء؟ وانا فايق لك يا مهاب. امشي امشي. بقول لك ايه، مراد ما جاش؟ جه من بدري وسأل عليك وعايزك تخش له. طب شكله متضايق؟ ما هو متضايق على طول يا رمزي. قصدي شكله متضايق مني؟ ما هو متضايق على طول منك يا رمزي. ها. نعم يا فندم. ها. عمر، اللي حصل امبارح ممكن تعتبرني رمزي ابنك، مش رمزي اللي بتعتمد عليه في كل حاجه في الشغل. انا بعتمد عليك في كل حاجه. مش وقته. طبعا. انا حبيتها. من جوه قلبي. بس هي ما حبتنيش. هي ما حبتنيش يا عمي. ايوه ابني اعذرها. تعرفك من ساعات بس ما لحقتش تحبك. ده انا اللي اعرفك من فتره كبيره جدا لسه ما حبيتكش وما اظنش انه يحصل. انا قريت في عينيها انه لا. خليك بعيد. خليك بعيد يا رمزي. مش انت اللي انا مستنياه. مش انت. مش انت. مش انت. ما بقتش مصدق. معقولة يا ربي لما قابل الإنسانة اللي بحلم بيها واللي مفيش فيها غلطة واحدة تبقى مش عايزاني؟ طيب اديني فرصة أكلمها ونشوف. شش. يا شش. أنا ما غلطتش. أنا بقولك أرجوك يا مستر مراد، مش أنا الراجل اللي يبني سعادته على حطام غيره. أنا هعيش اللي فاضلي من عمري على الذكرى، أسير الألم والجراح. مش أنا الراجل اللي يعيش بفلوس واحدة ست. إحنا فقراء صحيح، لكن ما حلتناش غير شرفنا. خلصت؟ أنا بقول لك اديني فرصة كده. أهي أهي. لا رايح فين؟ هنكسف بقى ولا إيه؟ ألو سامحيني معلش. نمت بدري. بس طمنيني، مبسوطة؟ مناسب جدا على بوكة الله. عايزة تكلميه؟ يا بنت ما يصحش. يا بنت شوف البنت دي. يا بنت ما ينفعش واحنا لسه ما قلناش كلمتنا. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا عريس. ما بتردش عليا ليه؟ انت عايزة ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتدبسيني؟ ممكن تبطل قلة أدب وتنزلي دلوقتي حالا قدام الشركة؟ هنزل فين؟ براندي بليز ما تقولش حاجة لبابي. لا مش هنزل كده؟ طب براحتك. ممكن تديني بابي كلمه عشان أخليه ينفخك. خلاص نازل نازل. ده انت لازقة. يعني هي كان لازم تقول لك هنفخك عشان تنزل لها؟ أنا عديت لك الناحية التانية أهو. أنت فين؟ طب ممكن ترفع إيدك بس عشان أشوفك؟ ايوه حضرتك. هو ده اللي سرق الشنطه. هي اللي سرقت الشنطه؟ لا هو يا بيه. فين الشنطه؟ حالا مشوار سريع لدان ديمون. اجيب لك واحده غيرها. والله ما خدت منها ولا مليمه سعاده البيه، بس انت كسبت ثواب بني ادمين كتير قوي وحيوانات على فكره. بقول لكم ايه، الاثنين يكملوا مليون جنيه يا اما هموتكم الاثنين. طب ينفع نرجع نص مليون جنيه وتموتوها هي بس؟ واطي اثبت. انا عندي الحل يا باشا. انا هروح اجيب الشنطه حالا وانتوا خلوها عندكم راه، ولو ما جتش تاني بتاعتكم بقى تناموا عليها الاعتداء عادي حقكم. امسكوا امسكوا حضرتك امسكوا، عشان ده حرامي وهيسرق الشنطه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هروح نصايه واجي لك على طول. اقول لكم ايه، هتكلموا لكم الاثنين. الشنطه لو ما جتش الساعه واحده انا اللي هاجي. هتكون عارف. شكرا. انا خايفه قوي. جبتيهم منين دول؟ وانا نازله من البيت لقيتهم في وشي. وعرفوا سكتك ازاي؟ اصل انا كتبت اسمي ورقمي وعنواني في الكارت بتاع التقييم وانا بقيم السيرفيس، فاكر؟ انت بتقيميهم ولا بتقدمي عندهم؟ لا عادي، انا قلت مثلا يمكن اكسب حاجه. اوعى تمد ايدك عليا، انا غبيه هبل. لازم ابلغ البوليس. بص انا خالي بيشتغل. ايوه 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 عارف السي في بتاع عيلتكم. كلمي لهم معابير اللي شغال عند رجاء الجداوي، خليها تيجي تتنفق معانا. بعدين هنبلغ البوليس ونقول لهم ايه، ده احنا واخدين مليون جنيه والله اعلم بتوع مخدرات دول ولا غسيل اموال. طب ما سمعتيش حاجه وانت جايه في السكه؟ لا تقريبا سمعت في العربيه وانا جايه انهم بيتكلموا عن حد. تقريبا الناس دي ادتنا الشنطه بالغلط، بس مش فاكره اسم الراجل. خميس الحلواني وبيشتغل نجار. حلو قوي، برافو عليكي. لا بص، هو تقريبا خميس النجار وبيشتغل حلواني.
طبعا حلواني بيبيع حلويات غربيه في الشرقيه او حلويات شرقيه في الغربيه. لا ما جابوش سيره الشغلانه. ايه بالظبط يعني؟ انت متاكده ان اسمه خميس؟ هو يا خميس يا جمعه، هو حاجه كده زي الويكند يعني، حاجه خميس جمعه. ما تعيطش يا ريمزي هنلاقيهم. احنا ما نعرفش حتى اسمه ايه. لا المهم ان احنا لازم نرجع الفلوس دلوقتي، لان لو ما رجعناهاش هنشيل قبح. هاي عليا. هاي عليا. هاي اخبارك ايه؟ احكيلي. احلى اخبار في العالم، مضيت عقد النهارده مع مولد اغذيه هيظبطنا اكل 10 سنين قدام، ومضينا عقد مع مهندس هيبنينا اكستنشن لهوتيل الكلاب، وخلصت من كل ديوني. بجد هايل. طب كنت عايز اسالك بس بخصوص المبلغ بتاع امبارح. ايه؟ لا لا اطمني خالص. الله يطمنك. ده كفى واللي فضل. بصوا عملنا ايه في الكلاب. احنا هناكل دار. معلش يا حاج، هو في مشكله صغيره. خير يا ابني؟ صاحبه الفلوس اسمها ايفون. طب وماله يا ابني؟ ايفون توادروس. ايه المشكله يعني؟ ايفون توادروس ارمانيوس. يا حبيبي ما فيهاش حاجه. بنيامين حنانيا. يا ابني احنا ما بنفرقش بين اللي هيدفع ما بين اللي هياخد، وبعدين في الاول وفي الاخر كلنا ما خلق ربنا. اصل بصراحه يعني حسبت حسناتي وسيئاتي كده ودخلتهم في بعض، لقيتني ممكن ادفع 50,000 جنيه وتبقى ربحانه معايا. اديك دفعت 500 وخدت 5,000,000 حسنه يا مدام ايفون. هاي حاج. عارف بتشتغل ايه؟ بتشتغل استريبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت عارف يعني ايه استريبر يا حاج؟ لا بس بدل ما اتكلمت بالطريقه دي تبقى حاجة قبيحة. وأظن يعني ما لحقتش تصرف الفلوس، ده كله سواد الليل. والله يا ابني احنا صحينا صلينا الفجر وبدأنا على طول. بدأتوا ايه؟ شفت يا ابني؟ أدي احنا بدأنا المشروع أهو. طب مش هو اللي بيتبرع بحاجة ليه 10% من قيمتها؟ ليه يا ابني؟ هو أنت لاقيهم؟ مدام إيفون؟ انا مش فاهم يا ليلى، انت كده بتحرجينا مع الناس. تيجي للراجل وهو بيتمرن. يا عم عادي، في ايه بقى؟ ممكن يديكي 1,000,000 جنيه؟ ابقى قابليني يا اختي. وفيها ايه لما يديني فلوس؟ اول ما اطلب منه هيديني فلوس. ياه ابوكي مقصط للبوفيه يا ليلى، مدوخ مدام سعاد وراه بقاله شهرين ما دفعش الجمعيه. خلاص نبلغ البوليس. الف مبروك، لقينا العربيه الزيت ال 28 بتاعتك، بس للاسف كان مسروق منها الكاسيت والطفايه. لا يا فندم مش بتاعتي، احنا جايين بخصوص الشنطه. الشنطه بتاع الهانم. ايوه يا فندم، احنا لقينا البوك في العتبه مسروق، بس الحمد لله لقينا فيه الكارت ابو 10 زي ما حطيتك حاطه. حضرتك بوك؟ انا ما عنديش بوك. طبعا اصلا انا بهزر، انا عارفكم كويس جدا طبعا، بس انا بحب افك الجو عشان انتوا عارفين ضغوط الشغل وكده. يعني المبالغ اللي انتوا صرفتوها في الخير دي حاشت عن مصر خطر كبير قوي. العصابه دي كانت من اكبر العصابات اللي بتهدد الامن القومي المصري، بس بفضلكم انتوا قدرنا نحد من نشاطها او ننهيه. مصر بتشكركم. يا فندم لا شكر على واجب، اي مواطن شريف كان هيعمل كده تجاه بلده. بالعكس كان خد الشنطه وجري، ما كلهم نصابين. انا بحاول اهزر وافك يعني عشان انت عارف ضغط الشغل وكده. هو في خطر علينا؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ يا فندم انا اللي بتكلم، معلش صوتي تخين، ام سوري. خطر اطلاقا يا ليلى، انت ورمزي اديتوا خدمه كبيره للبلد، علشان كده هنطلعكم من القضيه دي شاهد ملك وكتابه. طبعا بهزر عشان انتوا عارفين يعني التوتر بتاع الشغل. طب يا فندم هو شاهد الملك ده بياخد فلوس ولا شكرا بس؟ انت بتسال عن حاجه رمزي؟ لا يا فندم، هي اللي كنت عايز تتكلم. طيب نستاذن احنا يا ظابط. وانت يا ابني ليه كل ما اكلمك تتخن صوتي؟ ليه؟ والمصحف يا باشا ما بتخن صوتي ولا حاجه، هي اللي صوتها عامل كده. اه هي للاسف مش هتقدروا تستاذنوا علشان القضيه بالنسبه لكم لسه ما خلصتش. انتوا عندكم قضيه انتحال شخصيات غير شخصياتكم، وازدراء اديان، وتبديد اموال عامه، والتعدي على املاك عامه، والتعدي على بلطيه العامه. عارف يا فندم عشان ضغط الشغل. طب والعصابة؟ بعد ما صرفت الفلوس اللي في الشنطة ما بقاش في أي دليل على العصابة، بس احنا ما سكتناش يا رمزي، احنا ما بننامش.
عشان انتوا تعيشوا في امان. يقظة رجال الشرطة قدرت انها تتابع العصابة 24 ساعة في اليوم لحد ما مسكنا قضية مهمة جدا عليهم. الحمد لله. ركنوا صف تاني في ميدان طلعت حرب ب40 جنيه الغرام. بس ده ظلم. لا 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 العنف عنف لا. شوف يا ليلى، مفيش احن في الدنيا من قلب الأمر. يا مراد بقولك سيب البتاعة دي وركز معايا. يا مراد بقولك عايزة فلوس. حبيبتي أنا مش سامع أنت بتقولي إيه. بقولك أنا عايزة منك مبلغ، عايزة نص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ داخل يستدعي أنكم تيجوا لغاية هنا؟ كان كفاية مكالمة التليفون. مش فاهم أنا. أنا مش فاهم حضراتكم بتبصوا على إيه؟ بنت وعايزة فلوس من باباها. نص مليون؟ ويا ترى بقى عايزة الفلوس عشرينات ولا متينات ولا أقول لك ما تاخدي بورقة واحدة؟ مراد بليز. بليز إيه وزفت إيه؟ عمالة تصرباحي أنت وهو؟ استغفلني يا زفت. شايلوني؟ وهتعملي إيه بالفلوس يا حيلتها؟ عشان نوضب الشقة. إيه ده؟ تجيب شقة؟ لا ما هو انا كمان محتاج نص مليون جنيه تانيين عشان اجيب الشقه. عاش مراد يا دبابه. لا لسه عدى لسه عدى لسه عدى لسه عدى لسه عدى. وامور 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 وامور. استاذنكم يا جماعه لو سمحتم لما اسيب البار انتوا كمان تسيبوه. الله الناس تقول ايه؟ الصاله مسكونه؟ كل قرف اشكالكم. هو انا هرفع لوحدي ولا ايه؟ طيب دي بنتي وجايه تاخد مني فلوس. انت خير؟ ما انا كنت عشمان ان حضرتك يعني تسلفني المبلغ البسيط ده وتخصمه من مرتبي ال 15 سنه الجايين. يعني بحسبه بسيطه كده، لو خصمت 70% من المرتب واشتغلت 23 سنه في اليوم وعندينا 13 سنه وشهرين بالظبط. ايه شهرين والفكه دول؟ يا اخي قول 14 سنه. لا مستر مراد ده كتير قوي بصراحه. انا اللي محيرني مش انك جاي تاخد مني فلوس يا رمزي، انا اللي محيرني انك متعشم قوي ومعتقد انك هتقعد معانا في الشركه 14 سنه. يا ابني انت كبيرك بكره الصبح هتترمي بره الشركه. امسك رفرفه خلفي وبعدين روح. اوف. بصراحه يا مراد انا عايزه الفلوس مش عشان الشقه، عشان حاجه تانية خالص مهمه. ايوه تعالي لي دغري كده بقى وقولي لي عايزة المليون جنيه في ايه؟ انطري. مش دي رقصة الحجالة؟ تخيل يعني يا مراد لو في عصابة ممكن تخطفنا لو ما اديناهاش الفلوس. عصابة تطلب فلوس وبعدين تخطف؟ أنا اللي أعرفه إن العصابات المحترمة تخطف الأول وبعدين تطلب. هو أبوكي مجنون ولا إيه؟ ليه هو عمل إيه عاد؟ عقبال بشكيل الحج يا عمي. ولا اوعى عليا لكم معاك جوه. لا مستناك بره عشان الفلوس. بص يا ابني انا ضميري تعبني، انا في حاجه مخبيها عليك. ليلى بنتي دي رايحه منها هوبا ما رجعتش تاني اقول تاني. طب وهنعمل ايه؟ لا نعمل ايه ده بعدين بقى. ها يلا مشيت. يا عمي بس كل موضوع ايه يا عمي. نمشي مش هيعبرك. يا ابني هو ابويا كده بيعمل الشويتين دول وفي الاخر هيديني الفلوس. هو قال هياخد شاور ويك. شاور ايه يا ليلى؟ ابوك يهرب. نو واي ابويا يهرب، انت اتجننت. بابا على فكره انا ممكن اتصرف في 3000 جنيه وانت اتصرف في الباقي. انت لو بعتني انا وعيلتي في سوق رقيق الاسود مش هجيب 3000 جنيه كمان. احنا لازم نشوف هما دفعوا فلوس دي ليه وننفذ اللي هما عايزينه.
الفلوس دي اكيد اتدفعت في كارثه. دول مليون جنيه يا ابني، عارف يعني ايه مليون جنيه؟ ولما انت عارفه ان هم مليون جنيه بتديهم ليه للكلاب؟ مبدئيا كده يا حيوان ما ينفعش تمد ايدك على ليلى مراد، ده نمبر 1. نمبر 2، هو انت عايل عشان تسمع كلامي؟ مش هرد عليكي، خساره فيك السعر الحراري اللي هحرقه لو شتمتك. طب هتقوله ايه لما يرجع؟ مش عارف، لازم نتصرف قبل الساعه 1. الساعه كام ده؟ 1. ايه ده، احنا فين يا رمزي؟ ايه المكان ده؟ شكلهم عصابه جامده قوي، المكان غريب فعلا. وايه ده كمان؟ الناس دي بتعبد البوذا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، وبعدين حاطينه في الميه ليه ده؟ كفره بقى ولاد هرم. منورين. ده طلع بني ادم. بليز يا رمزي ما تخليهمش ياذوني. اثبتي، لو عرفوا ان مش احنا المجرمين هيشخرمونا عادي. جريف الكلام، لازم نبان خطر قدامهم. صح، احسن نتصيخ. نتصيخ؟ ايوه، يعني علقونا بالشقلوب ويشلوحونا. كلمي معهم انت طالما طلعتي بيها كده. يلا. مش هعرف. خليني اسالك سؤال بس، بتاخد الفلوس ليه لما انت مش قد الموضوع؟ يعني ايه مش قده؟ هو كلام عيال ولا ايه؟ قول لروحك، انا لحد دلوقتي ما جاليش نوجه. نعم، ما جاليش نوجه. نوجه التافه. بس ده شكله كود المخدرات. في الحفظ والصون 24 ساعة والنوجة هتكون هنا. أصل الحكومة فتحة عينيها اليومين دول والرجالة بتقع مننا. دول حتى قبضوا عن معلم زنجور العدر والمعلم هوبري. بس عايز النوجة ازاي؟ ازاي ازاي يعني؟ يعني في سادة وفي مكسرات وانت وشطارتك. بس شكلك كده أخضر مش قد المكسرات. سنانك تتعبك. بقولك ايه، انت وهي، انا عايز نوجه النهارده لا الا والله. باشا باشا، من غير والله 24 ساعه والنوجه هتكون عندك. انا اسف جدا يا فندم، والله لو كان حصل لكم ضرر. دول ناس خطر جدا وما سابوش الاستاف يا فندم غير لما اخذوا رقم حضرتك. طب هو ليه الراجل ده جه على الترابيزه بتاعتنا احنا بالذات؟ معرفش يا فندم والله، بس قبل ما تيجوا بساعه جم وعملوا مشكله، وكان في استاذ قاعد على الترابيزه بتاعتكم، وكان معاهم راجل بيتكلم بطريقه غريبه جدا، انا ما فهمتش منه اي حاجه. ده الراجل بتاع ما تسقطنيهوش. طب هما ليه ضربوا الراجل ده؟ معرفش يا فندم، دول خدوه بره في الباركنج وكسروا عظمه وديناه المستشفى، ما فيهوش حته سليمه. يعني مره يجي يضرب واحد، مرة يجي يدينا فلوس. لو تحب حضرتك يا فندم نبلغ البوليس. لا خالص خالص، بوليس ايه، ده الموضوع بسيط يعني. بس لو ممكن تديني عنوان المستشفى اللي فيها الراجل ده. لو اخدوا بالهم ان احنا مش دكاترة هيحبسونا. وانا كنت اعمل ايه وهم من عين الزيارات وما نعرفش شكل الراجل؟ انا عايزك تظبطي لحسن، لو مسكونا هينفخونا. دكتورة منار، انت واخدة بالك؟ واخدة بالي طبعا يا دكتور عيسوي، انك لما بتحط الاشعة في الشمس لونها بيفتح. مين؟ واضح اننا قدام حالة انتينال واضحة. يا ساتر يا رب. وبقالك قد ايه مش عارف تعمل حمام؟ حمام ايه يا دكتور؟ دي شعرة كده. قصدي مش عارف تعمل حمام عشان مش قادر تفتح الشطاف بسبب كتفك. انا كده بقالي اسبوع. لا، يبقى احنا في الحالة دي يا دكتور هنضطر ان احنا نكتب له على شطافة بورتبل. انا هكتب لك على دواء هيريحك جدا. هاتي ده من الصيدليه بسرعه. يلا. شكرا يا دكتور. عفوا عفوا يا حاج، تحت امرك. مساء الخير يا بهوات. بالنسبه للحاله اللي جت امبارح من المطعم، كان في حد بعت لها شنطه. الشنطه. ايه ده، دي عجبتني قوي. استنى الشنطه. رجب العطار. ايوه، ما انا قلت لك رجب العطار. يعني لا نجار ولا حلواني ولا خميس. انا ما قلتش خميس على فكره. دلوقتي في ناس ادونا شنطه فاكرين ان احنا انت، دول عايزين منك ايه؟ يمكن دي اللي كبس على نفسه. 50-50 والا مش هفتح بوقي بكلمه. ها؟ ايه؟ ايه ده؟ هو ده نوجا؟ قبط وجعك ولا ايه؟ هو يعني نوجا ده طفل وعايزين يخطفوه؟ يلا بينا. انت لابسها فين دي يا شقي؟ يلا يلا، خد الدواء بتاعك بالشاليمو بسرعه عشان تخف. برافو.
لا اسمعيني بس اسمعيني. بص يا ريمزي، انا نو واي اخطف طفل، ان شاء الله يموتوني. انت مجنون؟ ما احنا لو سيبنا حد تاني يخطفه الله اعلم هيعملوا فيه ايه ويودوه فين، لكن احنا هنخطفه ونسلمه لهم ونبلغ اهله والبوليس، وبكده بقى نبقى انقذناه وانقذنا نفسنا بدل ما يعلقونا على العنبوكه. انا مستحيل اخلي حد يعلقني على العنبوكه. وانت عارفه يعني ايه العنبوكه؟ لا طبعا. امال بتفتي بس وخلاص. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ وعنده تمرين النهارده، يلا نلحقه. اتفضلي يا دكتوره منار. معلش يا جماعة أنا آسف، بس ده الأولياء الأمور بس. أيوة يا فندم، ما هو أنا جاي أقدم لابني عشان يلعب مع الأطفال. هو فين يا فندم؟ أهو. طب إزاي؟ معلش يا فندم، أصل هو جسمه بينمو إنما مخه وقف لحد 4 سنين. أم سوري. ابتدي رمضان. رمضان مين؟ رمضان أبو العالمين. قلبه وخسة طريق. يا لهوي. 4 فرخات ودجاجة. ومحدش فاهم حاجة. هو مع لبس؟ اه طبعا يا فندم، لبس كتير قوي. عمو 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 يا 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 ماما وقت يا بنت الجزمة. معلش سوري، اصل هو توتا لما بيفرح بتهب منه كده. ماشي يا فندم، يغير ويجي. هدمرك اقسم بالله يا رمزي، هدمرك. ليه؟ انت ايه اللي انت لابسه ده؟ ده لبس التمرين بتاع عمو كرم جابر. كرم جابر مين؟ مش عندنا، ده جودو يا حبيبي. بوزو. بوزو مين؟ انت يا سعيد هات له لبس. روح يا حبيبي مع عمو، روح. حاضر حاضر. اقوى شويه، روح اقعد، روح اقعد. تيجي بقى اما اشرح معاك حاجه واعلمك حاجه. اه يلا. اصل انا عندي الحاسبه. لا 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 لا، تعالى انت جامد وهتستحمل. بصوا معايا يا اولاد، هشرح حاجه كده وهنتعلمها مع بعض. ماشي، رايح فين؟ طب تعالى بقى. يستجل زي زمايله. معلش يا دكتور، ها حبيب مامي مش ننشف شويه؟ لو تعبان قوي ممكن نجيب له مسكن فولترين. اوكي مفيش مشكله، بس بعد اذنك يا دكتور، هو ما بيعرفش يبلع بيلز وكده، في حقنه او حاجه؟ لا يا دكتور ما بحبش الحقن، انا بقيت كويس. خلاص يا حبيبي، انا عندي حاجه احلى من الحقنه، عندي دي. ايه ده؟ واو، لبوسه. نعم. لا يا دكتور انا مش هاخد لبوس. لا لازم تاخد. لا يا دكتور. توتا. يا دكتور مش هاخد البوس. توتا. توتا انت رايح فين؟ يلا. يا مامي. يلا القطر رايح فين؟ لا يا دكتور. لا. سعيد. ساعدني يا توتا. خلاص. لا ده قامت خالص يا مدام. أنا سايب لك اللبوس أهي وحضرتك واحدة واحدة معاها، أوكي؟ مرضوه يا مدام. ثانك يو. عايزة تديني البوسة يا بنتي. أنت مش عايز تاخد اللبوسة ليه يا رمزي وتبقى جود بوي؟ يلا انجزوا. نعم. مش أنتوا جايين تخطفوني؟ ما تخطفوني، بس آخد 20% من اللي تاخده. ما تخافش يا حبيبي، إحنا هنبلغ البوليس وهتبقى في أمان. بوليس إيه؟ أنت هتودينا في ضيقة؟ اختفي انت بس ومالكش دعوه. ده طفل غريب قوي. يلا بسرعه قبل ما تيجي ماما. انتوا جداد ولا ايه؟ بصراحه اه. يلا حبيبي. خلاص بقى. خلاص خلاص. ايه وزفت فوق دماغك؟ كانت فرصه زفت. يلا مدي مدي بسرعه. ايه مدي مدي دي يا بلد انت؟ مدي ايه مدي؟ هي فين العربية أصلا؟ هناك اهي عامية، يلا عشان نمشي من هنا بسرعة. قولش عامية. ايه؟
بص بص ابن حلال، يلا بقى استلم الامانه بتاعتك اهي. اهو يا كوتش. ايه الحلاوه دي؟ عمالي نهق وعوف وعمالي نسرق ايه؟ مالكش دعوه بالواد ده تاني، انت فاهم؟ يا مالكش انا تاني اسمع كلام حد؟ حاضر. يلا قوم داهية. شكرا. رمزي انا ما فهمتش منه اي حاجه غير غروف داهية ومهب وعوف. اهم حاجه ان احنا خلصنا من الكابوس ده. وبعدين ايه بقى؟ لا اعرفك ولا تعرفيني. لا اكلمك ولا تكلميني. بجد انا حزين على الوقت اللي انا قضيته معاكي. انا كمان حزينه قوي اني عرفتك. ويا ريت ما اشوفش خلقتك تاني. شور. فرصه سعيده يا لولا. انا اسعد. شلوحه بقيت سلبوته من تحت. قامت يا ولاد ال يا جسمي انا ابوك يا مراد على ابو بنتك على ابو هنون يا رب تولعوا في يوم واحد يا رب يا كابوس ونزاح يا ربي فين الوقت وحياه امك لا 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 سلام يا صاحبي يا جدعان انتوا مجانين ولا ايه انتوا مش خدتوا الواد عملتوا فيه ايه يا مجرمين يا متوحشين انت اللي علينا ولا ايه ما حدش لمس ولا جه ناحيته وليه ما حدش لمس ولا جه ناحيته ما كنتوا تعلقوه على انبوكة رمزي الدسوقي الشهير برمزي بارايز ايه ايه كنت بحب العب في الكهرباء وانا صغير المهم ازاي اتنين فشله زيكم قدروا يضحكوا عليا ياخدوا مليون جنيه ويضيعوها يا باشا ما انا قلت لك احنا والله جبنا الواد وسلمناه للراجل بتاعك هو الولد فين دلوقتي في فيلته شفت في فيلته يعني ما جاليش طب ادينا فرصه تانية ساعتين زمن وهنجيبه لغايه هنا لا واحد بس يروح والتاني شرف معانا هنا مستر ممكن اروح انا بليز اوكي مش فارقه معاك بس لو اتاخرتي اكتر من ساعه موت رمزي وانا ايه اللي يضمني انكم هتموتوه يا واطيه انتوا مش كابل انا كنت فاكركم كابل معقوله انا اصاحب الواد المبيق ده وبعدين ده بيخطف اطفال سوري جت في حضرتك النهارده هيكون عندك النهارده يبقى يا نوجا يجي ويا دار ما دخلت شر يا ما يجيش والدار يدخلها شر Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls.
them good girls, straight masterpieces. ايه ده؟ مش حافظة التبقرية ابدا. احنا الوحدين اللي لابسين كده، انتوا خدعتونا. بابي انت ما رضيتش تديني الفلوس، لازم تساعدنا باي حاجه. يعني ايه الفلوس ما تجيش غير بالاهانه؟ ما ينفعش تيجي بشكل محترم؟ مش اهانه ولا حاجه يا بابي، شويه حركات من اللي كنت بتعمله في عيد ميلادي وانا صغيره. ايه يعني اغني لك لثروه مصر ولا طلعت عطيه؟ البس الماسك بسرعه عشان لو حد يعرفك هنا وشافك بالمنظر ده هيبقى شكلك وحش قوي. عندك حق، ده نهار ابيض. بطلت يا اولاد. بطلت يا اولاد، العيال دي جايه علينا كده ليه؟ يلا يا اولاد يلا اقعدوا اماكنكم يلا. هاي رمزي هنقول ايه؟ يلا بقى عشان نعمل الفقره. فقره ايه؟ اي حاجه اي حاجه. على العموم انا محضر حاجه فعلا للاطفال هتعجبهم ان شاء الله. أتظن يا عدو الله أن صلاح الدين يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ أجل يا سيدي، أظن يا عدو الله أن صلاح الدين فعل. أنا صلاح الدين؟ كيف لماذا كما لو كان؟ إيه ده؟ أتعتقدون أنه ليس لا هو؟ مش عارف ليه عندي إحساس أن عندك جملة كويسة بس أنت مش عارف ترتبها. الزمردة؟ ابنتي يا لم تقولي شيئا؟ بقول لك إيه عسلية؟ ما تيجي تديني لقمية؟ بقول لك إيه عسلية؟ اسمع بصلي في عينيا. ما أنا أقول أتحسب يا عدو الله وأنت تقولي لقمية؟ بابي أنت قلت لي غيري صوتك ده التون. ولكن أين الطفل الذي سوف نخطفه؟ نخطف؟ نخطف إيه؟ عليك يا أبي إنه أهبل، هيا بنا نرقص ونحتفل. فلتدق الطبول. انا شفته داخل هنا. طب بقول لك ايه، تعالي نشوفه. ماشي. عربي تعالي بسرعه. يا عربي مش حد عدى من هنا؟ لا ما فيش حد عدى. تعالى ما نتاكد كده. يكون الحرس ده فظاعه. تعالي ندورك من لقيه. جاي بسرعه. خش خش هنا بسرعه بسرعه. يا رب استر يا رب. بقول لك احنا لازم نسال نروح. ايه كل الحاجه من هنا؟ بتقول ايه؟ مش فاهمه. مش عارف رمزي انت بقيت اهبل. بس صوت بعد مش رمزي هنعمل ايه في المصيبه دي؟ لازم نجيب العينه. اف ايه الريحه دي؟ انت عملت فسوكه؟ انا برضو انا مش راضي اتكلم الصبح. في ايه؟ لا ده اسد. لازم نجيب العيل بسرعه عشان ننزل. بص تعالى معايا بالراحه من هنا. بص ما تبصلوش في عينيه. يعني امشي بالراحه وبسرعه في نفس الوقت. ما تبصلوش في عينيه، بلاش اي كونتاكت خالص. والله ما بصلوش. بالراحه 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 بالراحه. او ماي جاد او ماي جاد. الحمد لله لقينا اخوه في البلكونه. تعالى ورايا. رمزي رمزي انت لزقت ولا ايه؟ رمزي اطلع. خش كده.
ما اعرفش يا رمزي، بس اثبت مكانك. طب كلمي ابوكي، كلمي ابوكي. فين التليفون؟ او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. ليلى بروح رمزي، رمزي بسرعه. ازاي يعني؟ مش هنزل، مش نازل، مش عايز اموت مرجون، مش عايز اموت مرجون. بس هاي هذا نيرفس شوك، هاي هذا نيرفس شوك. رمزي رمزي، انا خايفه زيك بالظبط يا هموت ادخل حمام. انت هتموتي قبل ما تدخلي الحمام. ما تبقاش قفيل بقى، الاسد ده طيب جدا، وعلى فكره الاسد ده ذكر بس اقرع. اعمل ايه؟ انزل ابوسه يعني عشان اقرع؟ بعدين ما فيش حاجه اسمها ذكر اقرع. لا اقرع ده بيبقى اسمه حاجه ثانيه لا مؤاخذه. مش مشكله اي حاجه. رمزي عايزه اقول لك على حاجه. انا وانت كده فوق الدولاب في حاجه غريبه، يعني انا كل اصحابي المتجوزين او المخطوبين يعني في لحظه رومانسيه او شقاوه كده ممكن يطلعوا فوق الشجره مثلا. فوق الشجره؟ انا اصحابي بيروحوا ورا الشجره. ايه ده ويرد قوي اصحابك دول. طب بقول لك ايه، كلمي لنا ابوكي بقى عشان يجي ينقذنا من المصيبه اللي احنا فيها دي، بس اوعي تقولي له ان في اسد عشان ما يخلعش. اوكي هكلمه كل شويه. كلميه كلميه كلميه، ما احنا قاعدين. شكا مني وقال كلام فرح اهل البلد، شكا مني وقال كلام فرح اهل البلد، وقدم شكوتين قدام قاضي الغرام، وقدم شكوتين قدام قاضي الغرام، وقدم شكوتين قدام قاضي الغرام. عارفين شكاني ليه؟ لولا مراد. يلا بالهنا والشفا. نعم اهو يتشغل فيه الاسد على ما نخلع. انت فين يا ليلى؟ لا الله الله، بقى حضرتك بتضحك عليا وسايبني العب مع العيال تحت وواخد بنتي في اوضه النوم يا واطي؟ انت عارف ان معلش يا مستر مراد، انا كنت فاكره هياكلك بس ما كنتش اعرف ان في موسم التزاوج. انا كنت عارف. ايه؟ ما عرفتش اقاومه. احكي لي اللي حصل بالتفصيل. انا لقيته داخل عليا وهو مبرق، تخيلت انه هيشمشم بس، ما كنتش اعرف انه حاسم امره للدرجه دي. ازاي الكلام ده؟ دي لبقه. ده سبع. يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني سيبنا وقتي هو الله يلازم. يا ابني يا ابني بتعملوا ايه؟ يا عم انت بتظهر كده في اي مكان ازاي؟ حضرتك انا ماليش دعوه بيهم، انا اللي كنت عامل شخصيه بطول، والحقيقه كنت مالك الشخصيه قوي، حتى اسال الاولاد قطعوا ايديهم من السكسات. اتزنقت زي اي بني ادم، عاوز اعمل بيبي، وده كان قرار خاطئ جدا بصراحه، لاني ده مش بني ادم، ده وحش. مبروك. الواد موجود هنا في الفيلا، شفت لنا طريقه عشان نسلكوا بيها ونهبق من هنا على طول. هو انا مش حكينا مالكش هنا على مجنونه؟ انت هتجنني يا عم انت، ولا انت مجنون انت، ولا اجري ده لان مشغلك. يلا امشي. ليه؟ رمزي أرجوك
استوري نفسك. استورني انت؟ انت مين؟ حقيقة ضيعة؟ ضيعة؟ ليك ازاي؟ دور عليا في الشمس. الاقتراب من الشمس احتراق. الاحتراق في سبيل الحق خلود. بس خلود لسه صغيرة على الكلام ده. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكساكة. فكك من اللي يشكك. صابي صابي. الحق، النور، الحكمة. الأمبولا أمبولا الأمبولا، ما تيجي بالحق الأمبولا. دي بعد بضاعة كيوت قوي. جابكم منين ده؟ من دمياط يا حبيبتي. هي دمياط فيها بضاعة حلوة كده؟ لا، وفي منه بقصة. طب دلوقتي ناس وعايزة تخطف ابني، انتوا لو مكاني اعمل فيكوا ايه؟ احنا كنا هنفك بيه زنقة ونرجعه على طول. ياسر تعال معايا لما نشوف هنعمل ايه في الجماعة دول. بلدي قوي الشفطة دي. ايه دي؟ حاول حاول. رمزي فكني يا رمزي، عايز اعمل بيبي. هزقك واعملها في البول. بول؟ الحقوني، ده طلع بيقول بول. 40% وانا افكك. اوكي حبيبي ماشي، يلا تعالى تعالى فكني. يلا ايوه. وبعد كده ايه؟ انكل رمزي هيقعد شويه ايه في البول. يلا حبيبي. اوكي حبيبي يلا. لا يلا يا نوجة حبيبي. يلا يلا العب في البول بقى. ليلى ليلى تعالى العب شويه. يا ليلى يا ليلى، خسيتي قوي يا لولا والله، الدايت باين. رمزي مش عارفة اروح منين، تعالى وديني. طب فكيني بسرعة. فكيني؟ اوه ماي جاد، بلدي قوي فكيني. متضايقة قوي. فكيني بلدي بولو، فكيني. ما كنت هتسيبيني. يلا خلاص خلاص يلا. اطلع بسرعه، اطلع يلا يلا حبيبي. مساء الخير يا فندم. اطلع يا اسطى الله يكرمك. حضرتك تحب اشغل الراديو؟ يا عم اطلع ودواته. طيب احب ابلغ حضرتك ان التوك توك لقت واي فاي من ورا. ايه ده بجد؟ الباسورد كام بقى يا معلم؟ يلا يا عم اطلع انجز. ممكن تشير لي اللوكيشن على الواتس؟ حاضر من عناية. مفيش حد هنا ولا ايه؟
خير. صحيح. ايه ده؟ هو الراجل ده ملبوس ولا ايه؟ انت ايه يا عم انت؟ انت بتخلص؟ اسمع انا مش هديك حاجه تاني، قول لي امان بين النوجه جت. انا ما اعرفش بتتكلم على ايه؟ وامان بين ما يعرفش يعني ايه نوجه اساسا. يعني انتوا مش عايزين الواد؟ واد ايه؟ انت شايفه ملجا؟ يلا روح. عارف لو ما كانش الباب ده بينا كان زماني فرتكتك دلوقتي. اهو لا والنبي. يلا امشي من هنا. حاضر. امشي من هنا. حاضر. روح. يا خساره، كان نفسي يفتح لك الباب، كان هيظبطك ظبطه. اخرسي بقى. وبعدين في ولاد المجنونه دول، وبعدين انا صعبان عليا الواد الانتهازي ده. ما خلاص قال لك انه مش عايز الطفل. يلا روحه، روحني وخلينا نخلص. اروحك ده ايه؟ واعمل ايه في عفريت العلبه ده؟ ده انا اروح بيتكم الاقيه واقف هناك خلاص زمان وصل. اسمعي، احنا لازم نشوف مكان نستخبى فيه عما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. يلا حبيبي. خطف مره واحده عصابات بقى وخطف وبتاع. يا راجل ده منظر واحد يخطف. والله مدام خلود مصممه ان انت ورا كل ده. خلود قلت لي بقى، خلود دي دماغها فاضيه وبتدور على اي اكشن في الحياه. بيت قدامك، فتش فيه زي ما انت عايز. انت ما تطلعنا؟ شكرا. انت بتاخد تفاحه؟ حلو قوي انك جبتنا عند صاحبك ده، شامم ريحه تراب الحاره المصريه. ده انا سفك. هتموتني ريحه يا رند، هموت. هنشفي هنشفي بقى لان اتاكل هنا. انت اتخنقت. هنشفي. هلو يا حاج. هو اللي مش بيرد. متوفي. غريب قوي. حاسب المخلص ده حاسب. كان بيقول يا جامد، كان بيقول يا جامد. معلش بيتهيألي بيتهيألي. طب اضربه. معلش حاجه. مش هتقول لنا يا ابني مين الناس اللي عايز تخطفك دي؟ تدفع كام وانا اقول لك؟ لما ندخل جوه ليفنت. ازيك يا رمز؟ ايه ده؟ اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. رمزي شفت فانيله صاحبك. الحمد يا رب. تفه ما جاتش فيا على فكره. معلش ما لحقتش اوضب الشقه، انت لخفنتني خالص كده ما بقتش فاهم اي حاجه. توضب ايه يا ابني؟ الشقه دي عايزه تترمي اساسا. ايه ده؟ هو انت طارق ابن ابو طارق بتاع الكشري؟ منورين يا جماعه والله منورين. بس انت ما يبانش عليك في الشركه انك بيئه قوي كده، واضح انكم شبعه من بعد جوع. لسه جعانين والله يا رمزي ما شبعناش. طب بقول لك ايه؟ انا عايز اسيب عندك الولد وتحطه في عينيك، ها؟ لغايه بقى لما نسلمه لهم ونبلغ عنهم ونخلص منهم. اه في عينيا طبعا. بس هو فين الولد؟ واحنا مش دخلنا هنا ومعانا واد؟ قلت لك حرص، احنا في منطقه خطره، واد ابن ناس بالشكل ده مش هيتساب، هيتشفط. الله يخرب بيتك كده هيموتوني، الواد راح فين؟ ما تخافش انا هسيطر. قلت لك يا ليلى تخلي بالك من... هي راحت فين هي كمان؟ هفضل اقول لك حرص بقى كده لحد امتى؟ اقفل بقى الباب لحسن ما لاقكش انت كمان. نوجا! نوجا! نوجا كوم باك! نوجا! نوجا كوم باك! خدوا الواد؟ خطفوه مني الكلاب. منهم لله البعد. ابنك يا بنتي؟ لا يا حاجة خطفوه. ربنا يطمنك عليه. ثانك يو. هات الولد وتعالى يا رمزي. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه يا زفت انت؟ انت مش قلت مش عايز الواد؟ انت عايز تجننا يا عم انت ولا ايه؟ مش عايز كلام كتير. نوجا يكون عليه حالا. بقول لك ايه؟ تتصرف تتشقلب، الواد لازم يرجع يا مهاب. انا غلطان ان انا اعتمدت عليك في حاجه زي دي. اهدى يا رمزي. انا هنا في المنطقه عارف العالي اللبط بتودي الحاجات المسروقه فين. الواد عند براني. براني ده اخطر رجاله المستويه. حرامي وقتال قتله. الخناق معاه ما ينفعش. بس نقطه ضعفه الوحيده انه شمال وليه في المشي البطال. شمال ومشي بطال. ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ بيقول لك عينه زايغه. سو؟ تضحي. نعم؟ شوق ولا اتدوق لغايه ما نسلك الواد. مبدئيا كده شوق ولا اتدوق دي بلدي قوي زيك. ثانيا كنت متاكده انك واطي بس مش للدرجه دي. يا بنتي ده كده وكده، وبعدين ما تخافيش انا هفضل جنبك مش هسيبك. ولا عايزه الواد يضيع واحنا نضيع؟